أهلا بيكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج المسيح من هو. هنتكلم في حلقتنا النهاردة عن قصة مهمة جدا حصلت في حياة المسيح لما المسيح راح يتعمد من يوحنا المعمدان. معروف أعزائي المشاهدين أنه معمودية يوحنا المعمدان كانت لمغفرة الخطايا وللتوبة. طب ليه المسيح راح يتعمد برغم أن المسيح كان بلا خطية ولم يفعل خطية ولم يعرف خطية؟ تعال نشوف رأي الناس والمشاهدين في الشارع في سؤال حلقتنا النهاردة ونرجع نكمل كلام. المسيح لما تعمد كان هو الإنسان المتجسد، وكان لازم يتعمد علشان إحنا ينبع على مثاله، لكن هو الله ظهر في صورة الجسد. لا، اتعمد كإنسان وليس كالله، لأنه لازم يبقى كإنسان في ناسوته مثل البشر كلها. المسيح اتعمد برغم أنه الله، لأنه هو ساعة ما اتعمد كأنه إنسان مش الله، من صورة إنسان مش الله. يسوع لما اتعمد نقدر نقول الظهور الإلهي، لأنه الابن بيتعمد بالماء والروح القدس ظهر على هيئة حمامة، وصوت الآب من السماء: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. فده الإعلان والظهور الإلهي، الآب والابن والروح القدس. المسيح اتعمد رغم ان هو الله. يمكن بيتعلم منها حاجتين: اولا هو كان كانسان كان بيطبق الناموس، اللي هو زي ما الناس كانت بتتعمد من يوحنا، فهو راح زي ما الناس كانت بتعمل، هو راح اتعمد برضه، ده بيطبق الناموس. ثانيا هو الله كان يمكن عايز يعلمنا كمان ان احنا رغم ان هو الله، لكن هو بيعلمنا ان هو يكون مثال وقدوه لينا في الحاجات اللي زي كده، عشان هو جاي قال انا هكمل الناموس مش هنقضه، ان هو جاي يكمل الناموس يعني، ما عشان يعلمنا التعميد. المسيح اتعمد عشان يعلمنا ان كل المعمودية سبب حياة جديدة مع المسيح، سبب ان احنا نعيش حياة جديدة مع الله. كلنا اتولدنا بالخطية، لكن المعمودية هي خطوة اساسية ان احنا نعيش حياة مع المسيح وننطلق معاه في الحياة على الارض، لكي يأتي ويجعلنا متهيئين وعلى درجة استعداد عالية لكي نعيش في فرح وسلام معاه في الامجاد السماوية. هنا فرحنا بالمسيح، لكن هيبقى فرحنا لا ينطق به ومجيد في الأمجاد السماوية. عشان يكمل البر، عشان هو دي وصية في الإنجيل لازم ينفذها. تعمد عشان يعلمنا المعمودية. ده رمز العهد الجديد، إن احنا كانوا الأول بيتعمدوا بالدم، بقينا نتعمد بالروح والجسد. أول رمز للبشرية كلها نتعمد بالماء. لا بصراحة ما عنديش إجابة برضه. ما هو كإنسان مش الله، كإنسان كان لازم يعني يحصل يتعمد، لأن هو لما راح ليوحنا المعمداني قال له ده أنا اللي محتاج منك تعمدني، قال له لا، عشان يكمل الرسالة المكتوبة والرسالة. هي لتأسيس المعمودية في الأساس، وعشان يعلمنا يعني، لما هو كان إنسان على الأرض لازم يتمم كل حاجة في جسد الإنسان، يعني الإنسان برضو كان بيتعمد. مش فاكر. واضح إن السؤال صعب شوية مشاهدينا الأعزاء، زي ما شفنا من الناس والمشاهدين في الشارع الموضوع إجابته صعب. بنسأل النهاردة في حلقتنا: ليه المسيح اتعمد معمودية يوحنا المعمدان اللي هي معمولة لمغفرة الخطايا برغم إنه المسيح ما عملش خطية وما كانش فيه خطية ولم يعرف خطية؟ تعالوا نشوف رأي ضيوفنا وإجاباتهم في حلقة وسؤال النهاردة ونرجع نكمل كلام. هي معمودية يوحنا للتوبة كانت تعلن رسالة للناس أنه لا أمل في الإنسان. كل واحد عليه أن يقتنع بأنه إنسان خاطي محكوم عليه بالموت، مشوه ولا يستحق أن يظهر أمام الله، فينزل إلى مياه الأردن. كلمة الأردن معناها الموت، ينزل إلى نهر الموت قابلا حكم الموت على ماضي حياته. فهو يستحق، يعترف مش بس أنه خاطي، لكن يعترف أنه يستحق الموت، ويعترف أنه لا إصلاح لهذه الحالة. وهذه التشوهات لا يصح أن تظهر إطلاقا أمام الله، فينزل برضاه إلى مياه الأردن وتحت مياه الأردن. كل واحد فيهم ينزل معترف بخطايا مقرا بها،
قابلا حكم الموت ينزل بخطاياه إلى الأردن وكأنه بيسيب خطاياه في الأردن ويطلع بار إلى حياة جديدة. جاء المسيح وهو البار بدون خطية. المسيح لم يعترف بخطاياه فهو لم تكن فيه خطية ولم يعرف خطية ولم يعمل خطية. هو قدوس ذاتيا وقدوس عمليا. وقف قدام كل الأعداء يقول لهم من منكم يبكتني على خطية؟ المسيح نزل حيث نزل الخطاة وكأنه البار من أجل الأثمة، نزل في نفس المكان، نزل إلى نهر الموت ليحمل خطايا كل هؤلاء ويدفع حسابها مائتا على الصليب. أدحد نفسه بهؤلاء التائبين وكان مسرورا بهم. حقا إن دول اللي برروا الله وحكموا على أنفسهم عكس الفريسيين اللي رفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم وبرروا أنفسهم فرفضوا أن يعتمدوا. ليه رفض يعتمد؟ لأن أنا مش محتاج توبة، أنا كويس جدا وأنا فيا كل البر، عشان كده أنا مش هنزل أعتمد. يعتمدوا الخطاة، أنا مش خاطي. طبعا كانت النتيجة أن ظلت خطاياهم على رؤوسهم. إذن لماذا عمد يوحنا المعمدان المسيح؟ السبب الأول علشان نسمع الإعلان العظيم اللي قاله المعمدان، هو ده حمل الله الذي يرفع خطية العالم. أتاني المسيح لما نزل الأردن حاشا أن يكون فيه خطية، لكن المسيح هنا بيعمل شيء رمزي كما لو كان يحمل أقدارنا خطايانا وأثامنا وينزل بها نهر الأردن نهر الموت ويغطس في الأردن ويطلع من المية، ونزول المية والخروج من المية ده الشيء الرمزي لشيء فعلي حقيقي عمل المسيح وهو الموت والقيامة. وده الإنجيل. إيه الإنجيل؟ الإنجيل أن المسيح مات حسب الكتب، مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، علامة الموت الدفن، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. فعمد يوحنا المعمدان المسيح علشان يعلن هو ده حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وكمان سبب تاني علشان السماء تعلن رضاها بهذا الشخص العظيم اللي نزل في نهر الأردن. هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، ونزل الروح القدس بهيئة جسمية كحمامة. فاللي نازل نهر الأردن ده مش شخص عادي، ده الشخص الكامل المنزه عن العيوب. لكن هذا الشخص الكامل هو الذي يفدي ويحمل خطايانا. فالرب يسوع المسيح لما اعتمد من يوحنا المعمدان ما اعتمدش معمودية التوبة حاشا، لكن كان في غرض آخر من معمودية الرب يسوع المسيح، وده اللي قاله الرب ليوحنا المعمدان. لما جه الرب ليوحنا المعمدان، يوحنا المعمدان عارف عظمة المسيح، وفي يوم من الأيام شهد عنه وقال لست مستحقا أن أنحني وأحل سيور حذاء المسيح. يحل سيور حذائه يعني يشتغل عنده صبي أو يشتغل عنده تلميذ صغير يتعامل مع الحذاء بتاع الرب يسوع. فيوحنا المعمدان عارف عظمة الرب، وهو شاهد عنه في يوم من الأيام وقال عنه هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فلما جاء الرب يسوع ليوحنا المعمدان وطلب منه أنه يعتمد، يوحنا نفسه قال له أنا محتاج أن أعتمد منك. لكن الرب وضح الغرض من مجيئه للمعمودية من يوحنا المعمدان وقال له ينبغي أن نكمل كل بر. وتكميل البر هنا أن الرب يسوع المسيح ما يلغيش معمودية يوحنا المعمدان، وما يلغيش خدمة يوحنا المعمدان، وما يلغيش شخصية يوحنا المعمدان. وفي الحقيقة ده نوع من الكمال الأدبي في الرب يسوع المسيح لما كان هنا على الأرض علشان ينطلق إلى الخدمة الجهارية، مش علشان هو ينطلق للخدمة يشطب على الآخرين، لكن يقدر الآخرين ويقدر خدمة الآخرين. وكأن الرب بمعموديته من يوحنا المعمدان يعترف بالخادم ويعترف بالخدمة ويعترف بالرسالة المكلف بها يوحنا المعمدان، فقال له ينبغي أن نكمل كل بر. وكان فعلا الرب يسوع المسيح في طريق البر والحياة الأدبية ملوش نظير.
قبل ما نفهم الكلام ده لازم نعرف حاجة، إن إرسالية يوحنا المعمدان قبل المسيح كان ليها وجهين، كان ليها جزئين ولازم نفهمه. نفهم الكلام ده منين؟ من كلام الملاك لزكريا والد يوحنا المعمدان قبل ما يجي يوحنا المعمدان، فيقوله كده في لوقا 1:15 يقول كده: لأنه يكون عظيما، بيتكلم عن يوحنا المعمدان، أمام الرب، وخمرا ومسكرا لا يشرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. تمام. وبعدين ويقول المهمة بتاعته: ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويتقدم أمامه بروح إلي وقوته. يبقى هنا في وجهين، يوحنا المعمدان أو إرسالية يوحنا المعمدان بالنسبة للناس، بالنسبة للإسرائيليين، بالنسبة لكل البعيدين عن الله، المسؤولية بتاعته أو المهمة بتاعته أنه هو زي ما بيقول الكتاب يرد كثيرين من بني إسرائيل. طيب ده بالنسبة للناس. طب أما بالنسبة للمسيح، هل هيرد المسيح؟ لا طبعا، المسيح بلا خطية. لكن إيه كانت الإرسالية بتاعته؟ يقول الكتاب يتقدم أمامه بروح إلي وقوته. يبقى إذن مسؤولية أو معمودية يوحنا المعمدان كان ليها جزئين، بالنسبة للناس الخطاة الأشرار بني إسرائيل اللي كانوا بعاد عن الله، كان عايز يردهم تاني لله. لكن بالنسبة لابن الله أو لحمل الله اللي هو شاهد عنه، هو ذا حمل الله، ما كانتش المهمة إن هو يرده إلى الله، لأنه هو الساكن في حضن الله، هو المخبر عن كل مكنونات صفات الله. لكن كانت المهمة إن هو يسير أمامه، يجهز له الطريق، إن هو يفرش له الطريق قدامه. الموضوع ما فيهوش أي علاقة بالتوبة أو بالرجوع عن الخطية. عشان كده نلاقي إن في متى 4 أو في كل الأجزاء اللي بتيجي فيها المعمودية، على قد ما نلاقي إن المعمودية هي مشهد توبة بالنسبة للخطاء الراجعين للرب، على قد ما نشوف إن المعمودية دي بالنسبة للمسيح حاجة تانية خالص. هو عبارة عن صورة رائعة بديعة، بس كان لازم يكون ليها خلفية قاتمة. احنا عارفين إن في فن التصوير عشان الصورة تطلع كويسة، فساعات بنستخدم فريم أو غلاف أسود، أو نستخدم خلفية قاتمة عشان تظهر حلاوة الصورة. وده بالضبط اللي حصل. كان مشهد غريب جدا، خطاء قاعدين يتوبوا، مشهد يمكن مقزز، مشهد أن الناس كل واحد بيعترف بخطايا، لكن في الخلفية المشهد ده، أمام المشهد ده كان في مشهد بديع، اللي هو مشهد المسيح الذي يعتمد ليس لغفران الخطايا ولكن لإكمال كل بر. ويعني إيه لإكمال كل بر؟ المسيح وهو رايح يتعمد من يوحنا المعمدان قال له، يوحنا ما فهمش الموضوع ده في الأول، قال له أنت جاي تعتمد مني، أنا اللي محتاج أتعمد منك. قال له لا، لكن اسمح الآن لكي ينبغي أن نكمل كل بر. وكأن المسيح عايز يقول إيه؟ أنا عارف أن المعمودية دي مش تخصني كخاطي، لأني أنا بار، لأني أنا قدوس الله، أنا فتى الله القدوس، لكن أنا جاي هنا لغرض تاني، أنا جاي أبسط الله بس من وجهة نظر تانية، جاي أكمل كل بر. لاحظوا أن المسيح عاش 30 سنة في الخفاء، لاحظوا أن المسيح عاش 30 سنة يكرم الآب قبل ما يبدأ خدمته. لاحظوا أن في مشهد المعمودية حصل حاجة غريبة جدا، السماوات اتفتحت، الصوت من الآب: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. وبعد كده كمان الروح القدس نزل واستقر عليه. كمان في لوقا يقول أن أثناء المعمودية كان المسيح يصلي. طالما بنتكلم عن التوبة، هنقول التوبة ضرورية في حالة الخطية، لكن الرب يسوع لم يكن له أي علاقة بالخطية. عندنا 3 من كتبة العهد الجديد أكدوا على هذه الفكرة بكل وضوح. يعني مثلا عندنا بولس في كورنثوس 2 الأصحاح 5 والعدد الأخير قال عن الله أنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لكي نصير نحن بر الله فيه، وقال عنه جعل الذي لم يعرف خطية. الرب يسوع ما كانش بيعرف الخطية، وكان يقصد أنه في ذهنه وفي أفكاره ما كانش في خطية. عندنا بطرس أيضا تحدث عن هذا الأمر في الرسالة الأولى الأصحاح 2 وقال عن الرب يسوع الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر. الرب يسوع ما عملش خطية، يعني سلوكه ما كانش فيه أي خطية. هناك أمر آخر مهم جدا في معمودية الرب من يوحنا المعمدان، وهي شهادة السماء. شهادة الأرض سبق ونطق بها يوحنا المعمدان عن عظمة المسيح، لكن المرة دي جه دور شهادة السماء. لما الرب يسوع المسيح اعتمد من يوحنا المعمدان، يقول الكتاب: وفيما هو صاعد من الماء انفتحت له السماء. انفتحت له بمعنى انفتحت نحوه أو انفتحت عليه،
وكأن الله من السماء بيبص بيشرف بينظر، رأى واحد يسبب السرور وشاهد عنه وقال هوذا أو هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. في مزمور 14 قال لنا الكتاب المقدس إن الله من السماء أشرف لينظر بني البشر، هل من فاهم طالب الله؟ الله ملقاش ولا واحد، ليس ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب. لكن المرة دي السماء لما انفتحت له مش انفتحت علشان تشوف فيه ولا ما فيش، لكن انفتحت علشان تشهد عن عظمة شخص الرب يسوع المسيح. فجه الصوت من السماء هذا هو ابن الحبيب، وجه الروح القدس في هيئة جسمية مثل حمامة مستقرا على الرب يسوع المسيح. ودي كانت شهادة مكتملة من الأرض متمثلة في يوحنا المعمدان أعظم المولودين من النساء، ومن السماء متمثلة في شهادة الآب الناطقة وشهادة الروح القدس المرئية لما جه واستقر على الرب يسوع المسيح معلنا كماله، مش بس معلنا كماله لكن معلنا القصد من خدمته. لأن الحمامة في يوم من الأيام كانت تقدم محرقة، فالقصد من خدمة الرب اللي بدأت بمياه الأردن انتهت بصليب الجلجسة، وبكده الرب يسوع المسيح بدأ خدمة صحيحة وأنهى خدمة حقيقية. هذه الخدمة التي أنهاها بعمل الصليب اللي قدم فيه نفسه كفارة عن خطايانا. الحقيقة في سببين، السبب الأولاني سبب يخص المعمدان شخصيا. المعمدان قال لنا في إنجيل يوحنا أنه لم يكن يعرف المسيح، ولما بيقول لم يكن يعرف المسيح مش معناه ما يعرفش هو مين أو ما قبلوش قبل كده، لكن لم يكن يعرفه كابن الله. ويقول أنه اللي أرسله قال له الذي ترى الروح القدس نازلا عليه ومستقرا عليه مثل حمامة فذاك الذي يعمد بالروح القدس. وهو يقول بعد كده أنا خلاص أنا عرفت وشهدت أن هذا هو المسيح ابن الله. فاعتمد الرب يسوع لكي يثبت اختلافه عن كل هؤلاء الناس، ولكي يعرف المعمدان ذاته أن الشخص الذي أتى هو ابن الله. السبب الرئيسي الثاني واللي دايما بحب أتكلم عنه أن الرب يسوع حب يربط نفسه بالغلابة الخطاة اللي جم بيقروا بخطاياهم، وعشان كده نزل اعتمد في نهر الأردن. وفكرة أن المسيح يربط نفسه بالخطاة هنلاقيها مالية الأناجيل، يعني حبوا مرة يتهموه بتهمة، دوروا على تهمة يتهموه بيها ملقوش، فقالوا هذا يقبل عشرين وخطاة ويأكل معهم. لكن من ناحية تاني، عندما نزل المسيح إلى مياه الأردن، يوحنا المعمدان كان يدرك أن هذا الشخص بار وأنه ما ينفعش أن يوحنا يعمده، فقال له أنا محتاج أن أعتمد منك، مش أنت تأتي إلي علشان أنا أعمدك. المسيح قال له اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. نزل المسيح إلى الأردن، وبصوا بقى على ما فعلته السماء. السماء فتحت له وهو صاعد من مياه الأردن. الناس واقفة ما تعرفش غير أنه كل اللي بينزلوا هنا خطاه معترفين بخطاياه. ما حدش شاف فيه حاجة، بس قالوا أكيد ربما هو عامل خطايا إحنا ما شفناهاش وما نعرفهاش، وعشان كده هو رضى أنه ينزل الأرض. السماء قالت إطلاقا هذا الشخص قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات. السماء فتحت له، السماء كانت ترقبه بكل الفخر والإعزاز والإعجاب. هذا الشخص القدوس اللي رضي أنه هو ينزل إلى مياه الأردن، السماء فتحت له الروح القدس بهيئة جسمية منظورة مثل حمامة، مش ألسنة منقسمة كأنها من نار زي ما حصل يوم 50 على التلاميذ، لكن الروح في ملء وداعته نازلا ومستقرا. لقد وجد راحته في هذا الإنسان الكامل القدوس، ولم يجد شيئا يعكر أو يكدر فيه على الإطلاق. نزل الروح القدس، يوحنا شاف والناس الواقفين شايفين، وصوت من السماء المفتوحة الآب يعلن هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. شهادة مسموعة من الآب الذي لا يرى، وشهادة مرئية من الروح القدس الذي ظهر بهيئة جسمية مثل حمامة، وشهادة رجلين حق، شهادة مرئية وشهادة
مسموعة لبر المسيح، لإعلان بر المسيح وكمال المسيح. وزي ما قلت إنه نزوله للأردن فيه معنى تاني. الأردن هو نهر الموت، فالأردن كان ظلا للصليب اللي عتيد إنه يروح له بعد كده، فيحمل خطايا كثيرين في جسده على الخشبة، لكن رمزيا في الظل كونه ينزل إلى مياه الأردن. أيضا ده يشبه كلامه في مزمور 69: نزلت إلى أعماق المياه والسيل غمرني، مشيرا إلى الدينونات اللي كانت هتقع عليه في الجلجثة. الآب شهد عن الابن عن السنوات الماضية، والروح القدس استقر على الابن ومسحه في المعمودية وعضده للسنوات التالية. هذه الشهادة كانت شهادة رائعة جدا من السماء. لاحظوا انه لمدة 30 سنة كل الناس ما تعرفش عن الشخص ده حاجة غير ان ده ابن النجار. الناس كلها عمالة تقول عليه ده ابن النجار ابن النجار ابن النجار، لغاية ما نزل الأردن والأب يقول ده مش ابن النجار، ده ابني الحبيب الذي به سررت. هذه الشهادة عضدته في تجربته التالية مباشرة بعد المعمودية من إبليس، لما ظل 40 يوم يجرب من إبليس رغم أنه كان جعان، لكن لم يشك لحظة في أن الآب بيحبه والآب مسرور به. إذن المعمودية بالنسبة لبني إسرائيل أو لشعب إسرائيل في الوقت ده كانت لردهم ورجوعهم لله كالمخلص وكالغافر للخطايا، أما بالنسبة للمسيح كانت لتكميل كل بر أمام الله، لكي تكتمل الصورة، عشان الصورة تطلع حلوة فكان لازم يطلع المشهد ده. كمان في إشارة رمزية تاني لمعمودية المسيح، إن المسيح وهو بينزل هو ده إشارة لمستنقع الدينونة اللي نزل فيه لأجلنا، إشارة إن هو فعلا حمل خطايانا، مات لأجلنا، غاص في الدينونة، لكنه كمان قام وانتصر على الموت بعد ما دفع كل خطايانا. لو أنا بصيت للأمور دي، إن المعمودية بالنسبة للمسيح كانت لإكمال كل بر، كانت عبارة عن صورة رائعة ذات خلفية قاتمة، كانت عبارة عن دلالة رمزية، هقدر أفهم إيه أهمية المعمودية بالنسبة للمسيح وإيه أهمية الدروس اللي في المعمودية بالنسبة لنا إحنا. مشاهدينا، زي ما سمعنا من ضيوفنا أنه معمودية المسيح ما كانتش بهدف غفران الخطايا، لكن هي كانت رمز وإشارة للي هيعمله المسيح بعدين على الصليب، أنه دفن في المعمودية وقام، بمعنى أنه في يوم من الأيام هيموت من أجلنا ويقوم من أجل تبريرنا. زي ما قال هو بنفسه للمعمدان: اسمح الآن أن نكمل كل بر، أو لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. هو جاي علشان يكمل الأمر كله، جاي علشان يتمم النبوات اللي اتكتبت عنه. علشان كده المسيح اتعمد مش لمغفرة خطاياه، لكن رمز للي هيعمله بعده. تعالوا نشوف درس عملي مهم جدا لينا من معمودية المسيح مع خادم الرب الأخ صفوة تدرس، ونرجع نكمل كلام. عزيز المشاهد الكريم، المسيح بيحبك، مادد إيده ليك. المسيح ده البار، لكن الله جعل الذي لم يفعل خطية خطية لأجلنا لكي نصير نحن بر الله فيه. اللي يخلصك المعمودية، مش المعمودية إنك تغطس في المية، ده يبقى السماء رخصت قوي، لكن المعمودية اللي تخلص معمودية المسيح. حسنا عزيز المشاهد، إنك تسمع معايا الكلام اللي قاله الرسول بطرس. الكلام يبدو صعب، لكن لو فهمناه هيبقى سهل جدا وحلو جدا ويدخل للقلب. قال ايه الرسول بطرس؟ الرسول بطرس الحقيقة كان بيتكلم عن الطريقة او الوسيلة الوحيدة للنجاة والخلاص في زمن نوح. لما اسألك عزيز المشاهد ايه الوسيلة الوحيدة للخلاص والنجاة من الطوفان والغرق في زمان نوح؟ أيوة، أسمعك بتقول لي السفينة بتاعت نوح أو الفلك بتاع نوح. نعم، الفلك بتاع نوح هو كان الوسيلة الوحيدة للنجاة في العالم كله. اسمع ماذا يقوله الرسول بطرس، يقول كده إيه؟ يقول: فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثم. ليه؟ لكي يقربنا إلى الله،
مماتا في الجسد لكن محيا في الروح الذي فيه، يعني في المسيح أو في روح المسيح، خد بالك من الضمير، الذي فيه ذهب فكرز للأرواح التي في السجن، أي في روح المسيح. ذهب واحد، من اللي ذهب ده؟ نوح طبعا، نوح الكارز. ذهب نوح بروح المسيح، ذهب فكرز للأرواح التي في السجن. السجن دلوقتي الهاوية فيها أرواح، أرواح ناس الأشرار. نوح كرز لهؤلاء الأشرار، ذهب فكرز للأرواح التي في السجن الآن. ليه؟ إذ عصت قديما حين كانت أناط الله تنتظر مرة في أيام نوح، إذ كان الفلك يبنى. قعد نوح مدة 120 سنة يقول للناس توبوا توبوا، للأسف الناس ما تابوش. كم واحد تاب في العالم كله؟ تابوا 8 بس، والعالم كله هلك. يعني ربنا الرحيم ده أهلك العالم كله، أسد ده العالم كله ضاع وهلك إلا 8. وأنا عايز أقول لك يا عزيز المخلص يلي بتشوفني دلوقتي، عايز أقول لك اللي بيتوبوا قليلين، واللي هيروحوا السماء دول قليلين. أتمنى تكون أنت من ضمن الناس القليلين. علشان كده يقول الرسول بطرس، يقول إذ عصت قديما حين كانت أناط الله تنتظر مرة في أيام نوح، إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خالص أو خلص قليلون، أي 8 أنفس بالماء، الذي مثاله، أنا قريت القراية دي عشان الكلمة دي، الذي مثاله مثال الفلك يخلصنا نحن الآن، أي المعمودية، مش معموديتنا إحنا لكن معمودية المسيح. مشاهدينا ورجعنا لكم في ختام حلقتنا، نتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم من برنامج المسيح من هو. انتظرونا في حلقات جديدة، ربنا معكم.